بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا الساعة بإذن الله تعالى عن الانقلاب، وليس المقصود بذلك هو المتبادر إلى الأذهان مما يسمى بالانقلاب العسكري، وإنما هو انقلاب أعظم وأخطر وأهول، وهو انقلاب الخلائق في الآخرة لرب العالمين. وقد ذكر الله عز وجل ذاك الانقلاب الجلل بقوله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي عائدون مرتحلون راجعون إلى الله جل وعلا حتما لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويا له من انقلاب، ويا له من يوم، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. وقد ذكرنا سلفا كيف أن الله عز وجل ذكر مشهد الانقلاب والبعث بقوله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون أي يسرعون. وذكرنا كذلك كيف أن الحشر والانقلاب إلى الله جل وعلا يشمل الكل ويعم الجميع، فلا يترك شاردة ولا واردة ولا يبقي ولا يذر. يقول الله جل الله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أما صفة الحشر فقد ذكرها الله عز وجل بقوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا كرماء على الله جل وعلا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا قد جفت وتحطبت حلوقهم وبلغ بهم الظمأ كل مبلغ. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا
بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، نقول كما قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا. واقرأوا إن شئتم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فاستعظمت عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وذكرنا كذلك في تضاعيف الخطبة الماضية كيف أن الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان، وقاسم مشترك بين رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. عباد الله، ذكر القرآن العظيم أقوال المكذبين للبعث وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويقول تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني. عباد الله، جمع عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه
جمع الناس يوما فخطب فيهم قائلا: أيها الناس، أنتم مع أمر الآخرة والبعث والانقلاب المهيب إلى الله أحد رجلين لا ثالث لهما، مصدق أحمق ومكذب هالك. فجعل الناس يضربون أخماسا في أسداس، وإلا فكيف يوصف المصدق بالحمق؟ وفك هذه الشفرة وجواب هذا اللغز أن المصدق بالبعث والآخرة والرجوع والعودة والانقلاب إلى الله جل وعلا لما وافق وساوى المكذب في الإثم والفسوق والعصيان كان من الحماقة بمكان. ولله در عمر، ولله در شاعر الإسلام يوم أن كتب تحت عنوان رحلة الأهوال قائلا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة والانقلاب إلى الله جل وعلا. فسفر الدنيا يذكر بسفر الآخرة، لذلك سن الله عز وجل للمسافرين إبان كونهم على دوابهم ووسائل مواصلاتهم أن يشهدوا ويستحضروا ويذكروا أنهم مرتحلون إلى الله عز وجل قائلين: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. زاد الدنيا يذكر بزاد الآخرة، لذلك جمع الله عز وجل بينهما قائلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نار الدنيا تذكر بنار الآخرة، أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، مسألة كانت حاضرة واضحة عند سلفنا الصلحاء، لذلك قال بعضهم: ما سمعت النداء أي الأذان إلا وتذكرت يوم القيامة ويوم التناد، وما يكون فيه من جملة نداءات كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك قال: إنكم ماكثون. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة،
طلب الحسن البصري رحمه الله ماء ذات يوم، فلما جيء بالماء جعل الحسن رحمه الله يبكي وتجود عينه بالدمع، فلما سئل عن سر بكائه قال رحمه الله: تذكرت أمنية أهل النار، وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كل ما في الدنيا لو كان هناك نبض إيمان وشيء من البصيرة والعقل والنور يذكر بالآخرة. ولذلك لما اجتهد بعض السلف في نسج ثوب حتى إذا استحسنه وطاب له وأعجب به دفعه إلى التاجر، فقال له التاجر: كم تطلب في هذا الثوب؟ فقال الرجل: أطلب فيه 100. فقال له التاجر: هذا لا يساوي إلا 50، لأن فيه كذا وكذا. ثم جعل يعدد له عيوبا في الثوب، فتنحى الرجل جانبا وباكيا، فرق له التاجر وقال له: كف عن البكاء وأبذل لك ما تشاء. فقال الرجل: سبحان الله، أنا في واد وأنت في واد، إنني لا أبكي على الثوب ولا على المال، وإنما أبكي أن هذا العمل أجهدت فيه نفسي حتى إذا استحسنته وأعجبت به عرضته على التاجر فاستخرج منه عيوبا كنت بمعزل وغفلة عنها، فكيف بأعمالنا إذا عرضت غدا على الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة، فأحسنوا المسير إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وليكن منكم على بال قوله تعالى في معرض بيان الحكمة من الانقلاب والغاية من البعث: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أحقن دماء المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، انصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.